عمار عبدال، عمري 35 سنة، قدمت إلى ألمانيا في 2017 شهر الثاني. تركت بلدي بسبب دخولي داعش تنظيم إرهابي على بلدتي، فنزحت لمدة 3 سنوات وثم جئت إلى ألمانيا. الفن اللي استخدمته هو رسالة مهمة جداً لتوثيق جرائم داعش الإرهابي، وهذا شيء محاربة الإرهاب بطريقة سلاح ثقافي وليس سلاح للجبهات. من دخل التنظيم داعش على مناطقنا واحتل مناطقنا فجر وسبى، وشفنا في مناطق سنجار حوادث من الإرهاب جداً مزعجة، وهالسبب صرنا نفكر كيف هذا الحل وكيف هذا الإرهاب يتوقف. فصار إنه مجبور إنه من يحارب ومن يخرج، فصارت الأمور من طريقة السبي وطريقة داعش اللي عملها بطريقة القتل والذبح واللي قدمت اللوحات المجموعات عنها، فهذا كان جداً جداً عدائي إلى الأقليات والإزيديين بالأخص. كدولة اللي قدمته إلي ألمانيا هي كانت أمان واستقرار نوعاً ما، وهذا ولكن هي خطوة بداية، ولكن كجهة الفنية ساعدتني بعض الأشخاص في ألمانيا، وأكثر شخص اللي وقف معي هو سيدي كارت، هو شخص إنه حاول وقال إنه أنا أبقى معك إلا أن أوصل رسالتك الفنية في هذا الاتجاه، وحاول إنه بأي طريقة تكون رسالتك واضحة إلى مجتمع في ألمانيا. كل شيء في بلدي أشتاق له، حتى العطر بلدي أشتاق له، حياة أخرى كانت جو أسري، جو اجتماعي، أصدقائي، جيراني، كلهم هاي ذكرى من ذكريات حياتي من طفولتي لحد الآن، حتى جدار بيتي وجدار بيوت جيراننا أيضاً أشتاق لهم. فهذا جداً مؤثر أن تجي إلى بلد آخر يختلف جذرياً على كل عاداتك وتقاليدك في بلدك. هاي اللوحة، لوحة الجندي، هي لأحد أصدقائي، هي مهمة بالنسبة لي لأنه هذا صديقي ضحى في الجبهات، لحد هذا اليوم هو موجود على الجبهات لمحاربة الإرهاب، فاعتبره هو جندي نفسي، فأنا قدمت له هدية إكراماً لجهوده. رسالتي إلى بلدي العراق، انظروا إلى ألمانيا كيف نهضت بعد الحرب العالمية الثانية. أرجو أن هذا درس تتعلمونه.